من اكبر الشركات مش بس في خط الدلتا، احنا كمان في العاصمه الاداريه وفي مدينه العبور. لينا اكتر من 23 مشروع ما بين سكني واداري وتجاري وطبي ومدارس في الدلتا، منهم كومباوندز ساكنين متسلمين وساكنين اوريدي بقى لهم اكتر من كذا سنه. احنا اللي بندير الكومباوندز بتوعنا. بتلاقي فلوسك دي في مكان ممتاز جدا وتقدر تستفيد بيه مدى العمر، يعني مش حاسس ان انت بتدفع فلوس غاليه في حاجه ملهاش لازمه، لا انت بتدفع فلوس وبتاخد حاجه قيمه جدا. الاماكن بتاعتها كويسه والاسعار مناسبه جدا يعني بالنسبه للشركات التانيه، والستاف كويس يعني ناس محترمه وبيتعاملوا معانا بكل ذوق وادب. يعني احلى حاجه عندكم الاماكن، بتختاروا اميز الاماكن في المنطقه يعني، والناس هنا متعاونين والتسهيلات كويسه. هتبقى مناسبه جدا وكومبتيتيف، وهتلاقوا عندنا حاجه جديده جدا مش هتلاقوها في اي شركه تانية في الماركت.